دور مختلف، فانا عامله طبعا ارواح، تمام. كابتن عامله فيه كابتن جولة. رياضه انا ذات نفسي اول مره اعرفها. بس هي يعني استاذ شريف قال لي اعملي كده، بعمل كده طبعا طبعا. فان شاء الله يعني يا رب خير باذن الله، وتبقى حاجه حلوه. يعني اكتر حاجه تضحك في الكواليس انضباطي، لان انا من الناس اللي معروف عني ان انا لازم ادخل اكلي اللوكيشن، ولازم كل شويه عارفه اللي هو اطر على نفسي كده. فاللوكيشن عند استاذ شريف ممنوع الحاجات دي بيه، فبحس انا بهرب، فكانوا يدخلوني في منديل شويه، يجيبوا لي علبه ميك اب يحطوا لي فيها خياره كده يعني. ودي من الحاجات اللي كانت على قلبي مضحكه جدا عشان الاستاذ ما ياخدش باله. انا عملت اكشن في الفيلم ده، لعبت ضغط. لعبت ضغط بواير والله. جابوا لي الكوكشه، ركب لي ويرات، ولعبت ضغط. فانا امير كراره احمد السقا طبعا، ما حفظ الالقاب يعني. بان ديزل يخلي باله من نفسهم، انا لعبت اكشن. انا لعبت ضغط. ما انا بقول لهم انا لعبت ضغط، ده لازم يستنوا. خلاص كده. لا هو فيلم جديد من نوعه، وانا مبسوطه بيه. بص انا اول مره اشتغل مع استاذ شريف عرفه، وبجد من الحاجات اللي انا بحبها ومستنياها، ومستنياها قوي يعني. مش مستنياها بس، لا عارفه انت لما تكوني عامله عمل ومبسوطه بيه، فسايبه كل حاجه وقاعده مستنياها، ده اللي انا عاملاه يعني. مستنيه الفيلم ده جدا جدا. وطبعا محمد امام بجد الشغل معاه فوق الرائع يعني. هو انسان جميل ولذيذ على المستوى الفني وعلى المستوى الانساني كمان. واستاذ باسم سمره، واستاذ بيومي فؤاد، واستاذ حجاج عبد العظيم يعني. لا في ومصطفى غريب. مصطفى غريب ده انا اول مره اتعامل مع مصطفى غريب، بجد سكر سكر يعني. بس فان شاء الله دي حاجات كافيه جدا ان انتوا تتفرجوا على الفيلم.